نشاط واضح عم بعيشه الفنان اللبناني روني كسار خلال الفترة الأخيرة، فمثل ما وعد محبينه رح يداوم على تقديم الأعمال الغنائية بشكل مستمر ودون توقف. ومن هون كان أطلق أغنيته الأخيرة ما بتحمل اللي عم تشوفوها مؤخراً عبر أغاني أغاني. ما بتحمل حياتي بدونك، سماي وأرضك، هوايا عيوني. الكليب بيتضمن لكتير من الحركة والحياة، وبيحمل توقيع المخرج أحمد المنجد اللي كان سبق وتعاون مع روني بعدة أعمال من قبل. يلا إلك. حلو حلو روني، حلو عليك عليها راني. لا ما هيك. الاغنيه عنوانها ما بتحمل، كلمات شاعر رياض العلي، الحان شادي جرور، انتاج شركه ام اف برودكشن زك فواز، وان شاء الله حتبصر النور بهال فيو دايز اللي جايين وبتشوفوها على كل الشاشات العربيه وخاصه على الاغاني. اثناء لقائنا مع روني احمد سجل مداخله خاصه خبرنا خلال عن اجواء الكليب ومضمونه. حاضرين شيء كثير جديد وشيء ارتستيك كثير، ستوري خفيفه، وجي نقلة لروني كتير كبيرة ولقلي أنا مني عاملها قبل، كتير قوية. كسار كشف تفاؤله الكبير بالتعاون مع المنجد مرة جديدة، كما أبدى سعادته بهالحركة الفنية والإنتاجية الكبيرة اللي عم يعيشها بالفترة الأخيرة. التعاون مع أحمد مش أول مرة عم تشتغلوا سوا مثل ما قلت؟ لا هيدا تاني مرة. صور معي قامت الدنيا ومقعدة غنية اللي كمان انعرفت فيها كتير، وهلأ عم تعاون معه بهذه الغنية لأنه حاس أنه كمان أحمد وجهه خير علي أمرار، فما بعرف هلا شو الوضع. تابعك شوي هلا عم بشوف انه دائما عم تكون اكتف اكثر، كل فتره عم تنزل بكليب باغنيه، ما كثير عم تطول الفتره او عم تنطر على الجمهور، قد ما بسطت بهذا الشيء وبهذا النشاط اللي عم تعيشه؟ كثير وجهوا لي بعض الملاحظات يعني فانساتي والعالم انه ما بنشوفك باطلالات تلفزيونيه كثير وبرامج وكذا، لا انا بختار انه يكون في عندي عمل حتى وبصوره والعالم كله بتشوفه، يعني ما بعرف قديش بتخدم الطلة التلفزيونية مثل ما بيخدم الكليب وكل وطن العرب بشوفه، ممكن تكون فترة قصيرة الطلة الإعلامية، بس الكليب بيخدمني بيخدم الغنية وبيخدم مسيرتي الفنية، وهذا الشيء بيضل بأرشيفي. ما كثير عليك اتغزل فيك. إلى جانب هالأغنية روني عم بيحضر العمل الجديد كمان ممكن يطرحه خلال عيد الحب. نحن على باب الفالنتين هلا كمان جاي، كمان محضر شيء كتير حلو ان شاء الله. كمان كليب. بعيدا عن اجواء الكليبات، كسار خبرنا اكثر عن جدول حفلاته المقبله وسبب تواجده الكبير بالخارج والى جانب الجاليات العربيه. في عنا تور بامريكا، وفي عنا شيء كمان بالسويد وبالمانيا، وعم نشتغل على مهرجان تونس ان شاء الله، كمان اخذنا كمان مهرجان بالمغرب كبير، كمان بنفسح عنه بمقابلات ثانيه ان شاء الله ليصير وقتهم. اصرار روني كسار على الاستمرار وتقديم الاعمال الغنائيه اصبح واضح، الامر اللي عم يرضي محبينه بشكل كبير، على امل يكون التوفيق حليفه بكل خطوه ومع كل عمل جديد. بدي اتشكركم كثير، بدي اتشكر اغاني على طول مواكبيني وما بتقصروا ابدا، بحبكم كثير وبحب كل اللي بيتابعوكم. كتير عليكي اتغزل فيكي.